اللهم اغفر له، اللهم اجعله من عتقاء النار شهيدا بارا باسم كل المصريين. اليوم نداء لكل مصري على أرض مصر، الدور عليك، إذا سكت الدور عليك، ستقتل ستقتل ستقتل. انتفض يا مصري، انتفض لكرامتك، انتفض لعرضك. فليكن 90 مليون مصري 90 مشروع شهداء حتى نحافظ على الوطن. والله لو ما بقى منا أحد وكان الوطن تراب، لابد أن نبلغ الشهادة دفاعا عنك يا وطن. ولقد قدم قضاء مصر العادل صفا من الشهداء، ضاف إليه عبد الياسمين اليوم وفي رقبة الفخار للقضاء المصري ابن مصر البار النائب العام المستشار هشام بركات.